السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في تقرير جديد من One Financial Markets. اليوم الخميس 25 من يوليو 2019. طبعا ارتفعت الأسهم الأوروبية قبيل اجتماع المركزي الأوروبي لهذا اليوم، وطبعا الارتفاع يدل على أن المتداولون يتوقعون بنوعا ما تخفيض من شدة السياسة النقدية الأوروبية ليصل الاقتصاد الأوروبي إلى المستهدفات فيما يخص الناتج المحلي الإجمالي والتضخم ومعدلات التوظيف. في نظرة عامة على الأسواق نبدأها في العملات اليورو مقابل الدولار الأمريكي، نلاحظ طبعا استمرار لانخفاض اليورو، مما ينذر أيضا بأن المتداولون مستعدون لتخفيف من السياسة النقدية أكثر خلال الاجتماع. نتداول حاليا عند 1.1129 بعد أن وصل اليوم إلى 1.1120 التي تعتبر إلى الآن نقطة دعم على الرسم البياني للساعة. أقرب مستوى مقاومة عند 1.1150 تقريبا. أما بالنسبة لمؤشر الداكس الألماني الذي يعبر عن الأسهم الأوروبية، نلاحظ طبعا ارتفاعات في الأيام الأخيرة ووصل إلى مستويات 12591 نقطة، يرتد منها الآن، ولكن يعتبر مستوى 12490 نقطة هو مستوى حاسم، حيث أن الإغلاق دونه ينذر بتغيير الاتجاه على الرسم البياني للساعة، وهذا ما سنتعرف عليه طبعا بعد اجتماع السياسة النقدية. أما بالنسبة لأسواق الطاقة، نلاحظ طبعا النفط خام تكساس تداولات عرضية لغاية الآن، نتداول بمتوسط النطاق العرضي عند 56 دولار للبرميل. أبرز مستويات الدعم عند 54.9 دولار للبرميل، ومستويات المقاومة الأقرب عند 57.19 دولار للبرميل. هذا كان كل شيء لليوم، شكرا لكم ولإصغائكم، وانتظرونا في تقارير أخرى.